حكينا بالفيديو الماضي أنه في عندي 26 حرف ولكن عندي 36 صوت، يعني أنا عندي شيء اسمه اسم الحرف A B C M N، هذا اسمه M، ولكن اللفظ شيء تاني. حرف C هو حرف C ولكن مع حرف الأش أعطاني ش. حرف C نفسه أحيانا بنقرأ C وأحيانا بنقرأ K. الأحرف تقسم لقسمين، أحرف صائتة وأحرف صامتة، أو مثل ما متعودين تقولوا أحرف ساكنة وأحرف صوتية. طيب ليش سمينا الأحرف الصوتية وسميناهم أحرف ساكنة؟ الجواب الأحرف الصائتة هدول بلفظهم لحالهم، يعني أنا وقت بقول ما في حاجة لحرف تاني أو صوت تاني يكون معه. أو الصوت لحاله، الصوت واحد. أما بالنسبة للأحرف الساكنة بده يكون في معه صوت تاني، يعني حرف M أنا عم بقول A وراها M، A وراها N. مثلا الحرف D هو عبارة عن حرف، يعني صوت D مع A أعطاني D، وبالتالي الأحرف الساكنة هي عبارة عن أصوات مركبة، أما الأحرف الصوتية هي عبارة عن صوت واحد بحد ذاته. بتقوم مقام الحركات بالعربي الفتحة والضمة والكسرة، يعني بفتح تمي بقول آ أ، بضم إي اللي هي الكسرة، والأحرف الصوتية وظيفتها تساعدني على لفظ الأحرف الساكنة. بعد هالمقدمة الهامة جدا اخترت لكم لفيديو اليوم أنه نحكي عن الحرف جي ثلاث حالات. الحالة الأولى أسهل شيء، الصوت جي، تمام؟ طبعا لازم ما نخلط بين الحرف جي والحرف جي. جي كوم جيرار، جي كوم جول. الحرف جي يقرأ جي quand il soit suivi par، وقت بيكون متبوع ب، E I Y toujours E I Y je le prononce G. تمام، رح ناخذ أمثلة. مثلا كلمة âge عمر، girafe égypte sauvage je jupe. الصوت الثاني هو الصوت G. الصوت G نحن مجازا بنسميه G مصرية. الصوت G ما موجود باللهجة السورية، موجود عند أخواننا المصاروي، فمنقول عايز حاجة G، نفس الصوت تماما موجود باللغة الفرنسية. طيب إمتى بلفظ حرف G G مصرية؟ وقت بيكون عندي بقية الأحرف، ما عندي E، ما عندي E، ما عندي Y، تمام؟ مثلا كان جو دي، وقت بقول جاما جار جاتو غرو باغ ليغوم. الحالة الثالثة مع الحرف جي كانت il soit suivi par N، جي plus N ça donne ني. حالة خاصة شوي، جي مع N ني. مثال غاني ربح انتصر، سواني اعتنى، الواني أبعد، سيني. وعندي سينياتور، اون ميلونج با اونتر لي دو، ما بنخلط بين التنتين. سيني سال دمه، نزل دم منه. اما سينياتور او سيني عمل توقيع. ليني خط، اغيني العنكبوت، مونتاني مينيون شامبينيون. طبعا ما لازم نخلط بين، عندي شامبينيون اللي هو الفطر، وعندي شامبيون اللي هو بطل، وعندي شامباني اللي هي المشروبات الروحية المعروفة. إذا الحرف جي له ثلاث حالات، يقرأ جي، يقرأ جي، ويقرأ إذا كان في بعده حرف إن يقرأ ني. نصيحتي لكم دائما تحضروا فيديوهاتي اللي علاقة بالقراءة وتعيدوا. ميزة الفيديو إنه تقدر توقفه وتعيد ورا المعلم لحتى تتعود بشكل لا شعوري أو بسرعة تلفظ بشكل صحيح.